مرحبا. 8 أيار هو اليوم العالمي لسرطان المبيض. قليل ما بنسمع عن هذا السرطان، شو لازم نعمل حتى نتوقع منه، إذا فينا نتوقع منه كيف نكتشفه. لهذا السبب رح نستقبل معنا اليوم دكتور بهيج عريضة، شيف دو سيرفيس بمستشفى الروم عن الجراحة النسائية والتوليد، وكمان بصيرنا كمان تكون معنا كارولين، مدام كارولين ملك أندراوس، عندها خبرة بسرطان المبيض، كمان هلأ بتعطينا من خبرتها. دكتور عريضة، أول شيء مرسي لحضورك معنا ومشاركتك. مرسي لك ويعطيكم العافية. الله يعافيك. منحب نسألك أكثر ما نحن نسألك، أنت شو بتحب تخبرنا؟ يعني نحن دائما نعرف أكثر شيء بالنسبة للستات، نحكي عن سرطان الثدي، كيفية الوقاية منه، شو الفحوصات المفترض تنعمل. يعني الستات عادة معودين على هذا الموضوع، بس سرطان المبيض هل في طريقة أنه نقدر نتوقع منه؟ في فحوصات تنعمل له؟ شو هو تحديدا سرطان المبيض وشو تأثيره على الست وعلى حياتها؟ مرة ثانية thank you على استضافتي معك. سرطان المبيض لسوء الحظ ما عندنا فحوصات نقدر نعملها لحتى نقدر نكشفه بكير، مثل ما الثدي الستات معودين انه يعملوا الصوره للثدي او الماموغرافي اللي هي بتنعمل بعد عمر معين مره بالسنه، ما عندنا فحص ايكويفالنت لنقدر نلقط السرطان المبيض بكير. ما بيمنع انه المراه لازم تتوجه لعند حكيم نسائي مره بالسنه لحتى تنفحص، وخلال هالفحص هذا اللي بيعمله الحكيم فحص السريري يعني لازم بيفحصوا بيقدر يفحص المبيض، بس مش بالدقة اللي بنتمنى لو كان قادرين نعملها، لأنه المبيض موجود بقلب البطن وما فينا نتكل بس على فحص الحكيم. غير عن فحص الحكيم ممكن نعمل صورة صوتية أو إيكو للبطن، وخلال هالصورة ببين المبيض، بس كمان الدراسات أثبتت أنه منه كافي إذا حتى ولو طبق على كل الناس لحتى يكون عندنا قدرة نلقط السرطان المبيض بوقت بكير. So مشان هيك أكترية الأوقات وقت يكون عندنا ست عندها سرطان المبيض نلقطه بدرجة متقدمة. كمان في درجات مثل بقية السرطانات، أربع درجات مثل كل الدرجات، في staging بنسميه 1 2 3 4 وكل وحده مقسمه لاقسام ثانيه كمان. وممكن سرطان المبيض اذا اكتشف بطريقه مبكره، يعني ستيج 1 صح منه يكون له علاج معين نعم نعم اكيد. اذا انلقط بستيج بكير هو العلاج تبعه عاده جراحه ومن وراها كيموثيرابي حسب الستيج تبعه، وإذا انلقط بكير ونعمل اللي لازم ممكن تصح المرة منه. الحمد لله. هلأ نحن بجمعية بربرا النصار دايما عنا شعار منقول اسأل مجرب واسأل حكيم. كارولين بدك تسأل مجرب بنسأل المجرب ونشوف كمان إذا بيناتكم في نقاط تقاطع باللي حسب خبرتك. كارولين أنت شو صار معك؟ وهلأ أنا أول شيء الخبرة اللي أخذناها حول مرض السرطان المبيض هي كانت مع أختي وقت بلشت، انصابت على عمر 39 سنة. استغربنا كتير أنه نحن ما عندنا حدا بالعائلة عنده سرطان، يعني لا من ميلة بي ولا من ميلة أمي، قلنا شانس يمكن، ما كنا نعرف شيء عن المرض يعني. وبالأخص أنه بعمر كتير صغير، يعني بلشت 39 سنة. هلأ كانوا من زمان الحكمة يقولوا أنه من 50 سنة وطالع المرأة معرضة أنه تعمل سرطان المبيض. هلأ أكيد عملت العملية بس للأسف اكتشفته مؤخر، كانت بستيج 3 يعني، مع العلم أنه عملت العملية وعملت الكيمو وظلت تاخد كيمو خلال 3 سنين ونص. هي عاشت 3 سنين ونص نون ستوب كيمو، وعملت شي 4 عمليات لأنه صارت تعمل الرشوت ورا الثاني. هلأ توفيت، نسينا المرض نحنا لأنه مش بالعائلة. لبعد شي كم سنة يعني بتنصاب أختي بمرض السرطان الثدي، ومن بعدها بشهر أنا صبت بسرطان المبيض.
بس أنا هون بدي أقول إنه كيف عرفت؟ أنا بعمل كل سنة فحوصاتي، يعني المامو، الإيكو، الباب سمير، فحص الإزازة، كل سنة بعملهم. وبالصدفة اكتشفت الجينيكو، اكتشفت إنه عندي كيس على المبيض، شفته بالإيكو بالكلينيك عنده، فرحنا عملنا الـ ARM والسكانريت وهيك، وطلع سرطان المبيض ستيج 1. يعني كان عندي حظ إنه اكتشفه مبكر لحتى أقدر أعيش. وطبعاً عملت العملية وعملنا الديبال، يعني عملية كتير كبيرة، وعملت شيميا ورجعت عملت تارجت ثيرابي ورا. رجعت من بعد انصاب خيي بكانسر المصران، وهلأ انصابت الماما بكانسر الثدي. وهون بدي أسألك حكيم، شو صلة الوصل بين المبيض والثدي؟ يعني إذا بهالعائلة في هيستوري، يعني فاميلي هيستوري بالكانسر، لنقول نحن صرنا فاميلي هيستوري، بلشنا بالأوفاريان، ليش صار في بريست؟ هل في صلة بين البريست والأوفاري بعضهم؟ في صلة، في سيندروم بيصير اثنين بذات العائلة، ومشان هيك وقت يبين وحدة دغري بنتأكد انه الكل عم بينفحص للثانية، واذا بينت البريست الأوفري واذا الأوفري البريست، ولهم علاقة بالجيناتيك تيستينج بشي اسمه براكا 1 براكا 2. هذا التست بينعمل بالعيال وقت لحتى نجرب نشوف اذا موجود هالمرض بشكل وراثي بالعائله. So there is a connection، في صله بيناتهم. او كثير ايامات بيلتقى بفرد عائلي من النوعين، من البريست ومن الاوفري. اذا بين انه سرطان الثدي هو وراثي، حكما سرطان المبيض ولا حسب ولا رح يصير؟ لا اكيد لا. اوكي كارولين، سوري بدي كونفيرميشن من الحكيم لكل اللي عم بيشوفونا ويسمعونا. حسب انا معرفتي يعني بين العالم والنسوان والستات بسألون عم تعملوا فحوصات، ايه نحن كل سنه بنعمل فحص الازازه. بيفكروا الستات انه اذا هن عم بيعملوا فحص الازازه يعني بيقدروا يكتشفوا سرطان المبيض، يعني عم بيفكروا انه هيدي الفحص الفرتي او فحص مير او فحص الازازه هي كافيه. شو بتقلنا حكيم؟ كل عضو بالجسم، وبالاخص وقت الست تروح عند الحكيم تبعها له فحصه. يعني العنق الرحم بنجرب نعمل وقايه منه من خلال فحص الازازه. الصدر بنعمل الماموغرافي. المبيض ما له فحص دقيق 100% مثل ما في للثدي ولعين الرحم. اذا بده ينعمل فحص هو الايكو او صوره المبيض. وطبعا في فحص السريري اللي بيصير وقت الحكيم يفحص المرأة، ومفروض تنفحص المرأة من كل جسمها، مش تروح عند حكيم بس لتعمل فحص الإزازة. مثل ما ركزتي حضرتك وقلتي إنه إيه كل سنة بعمل فحص إزازة، بده يكون في فحص سريري بالإيد بإيدي الحكيم أم بيفحص المرأة من فوق لتحت. لا أنا بقصد إنه هي الست لما بتروح عند الحكيم أكيد عم بيعملها كل الفحوصات، بس ما بيعرفوا إنه فحص للمبيض هو غير الإزازة. يعني هني عم بيخلطوا الأمور ببعضهم الستات، بيفكروا إنه الإزازة هو فحص المبيض أو هو لا، حسب ما مثل ما أنت قلت الإزازة فحص لعنق الرحم. صح، هو لعنق الرحم مزبوط. وبس ما بيفتش على شيء تاني، ما بيصيب تاني وما بيصيب شيء تاني. طيب والماركر يلي بفحص الدم، يعني نحن بنعرف إنه إذا منروح بنعمل على طول تشيك اب، بنعمل فحص دم عام، هل الاعضاء اللي بالجسم كلها لها ماركرات للكانسر بفحص الدم؟ يعني مثلا الكبد، المعده، المصارين، الاوفير، في عده اعضاء بالجسم في لهم هال الماركر بالدم. مش كل انواع السرطان لهم هالفحص بالدم،
اللي بيساعد انه يكتشف المرض بشكل مبكر. المبيض مش من انواع السرطان اللي عندهم فحص ماركور بالدم دقيق بما انه فحص يتكل عليه. هلا نحن بهمنا اهم شيء الستات كيف تقدر تو بريفنت، يعني بشيء غير انه اكيد نحن ومنشدد انه الست تروح كل سنه عند الحكيم وتعمل فحوصاتها، واكيد يعني اكثر من 50 سنة وطالع. مزبوط مزبوط، كانوا يقولوا انه السرطان المبيض بيصيب بال50 وطالع، يعني عند المينوبوز أكثر. يعني شو اهميه المينوبوز انه الست المعرضه تصير تعمل اكثر سرطان مبيض لما بتصير بالمينوبوز؟ لا مزبوط، لانه كل نوع سرطان بيجي بنسبه اعلى بعمر معين. المبيض من الكانسرز او السرطان اللي بيجوا بالعمر اللي فوق ال40 اكثر كثير من ما بنشوفه بال20 او بال30 سو وحوالي فتره المينوبوز اللي هي بالعمر ال50 و51. هيدا اللي بدي شدد عليه انه من مع بكير حتى لو باول ما المره تكون تجوزت او جابت ولد او ضروري تكون عم بتتابع مره بالسنه مع حكيم نسائي، ضروري تكون عم تنفحص كلها، ضروري يكون عم ينعمل لها فحص ازازي كوقي لعنق الرحم وفحص السريري تبع الحكيم. وفي شغله ثانيه بعد، اذا مشان الصدر نعلم المره كيف تفحص صدرها كمان، لانه هي عندها قدره اذا في باين شيء بصدرها طلقته قبل ما يجي وقت موعدها لتروح عند الحكيم. انا كل ست بتجي لعندي بعلمها كيف تفحص صدرها. دكتور كيف بدنا الست ما يعني بالنسبه للعوارض تبع سرطان المبيض ما تختلط عليها الامور بين عوارض سرطان المبيض وعوارض اخرى طبيعيه؟ كمان يعني مجبور اقول لسوء الحظ العوارض اللي بيعملها، بيعمل نفخه، بيعمل شويه لعيين، بيعمل شويه وجع، مثله مثل غير شيء بيصير بقلب البطن. بده الواحد يكون واعي، اذا واحد وجعه بطنه مره مرتين ماشي الحال، بس اذا عم بيتكرر وعم بيعيد ما يترك الشغل الواحد ويتجه لعند الحكيم عبكير لحتى اذا لا سمح الله في شيء، وبالاخص بحديثنا اليوم على المبيض، يكون انلقط على بكير، واذا انلقط على بكير بتتعالج المرأة وبتصح منه. مثلي أنا يعني. مثلك أنت تمام، الله يطول بعمرك. أحلى شهادة لنا كارولين. هلأ بنختم بس، لكن دكتور أنا إذا حدا ما كتير بعرف، لحتى نقدر نتجنب سرطان المبيض أو ما فينا نتجنبه، يمكن إذا بده يبين معنا نقدر نلقطه على بكير، هو أنسب طريقة الموعد السنوي مينيموم عند طبيب الأمراض النسائية أكيد. الإيكو كمان بلبنان تنعمل دائما مفترض ولا لا؟ مثل ما قلت الستاندردز العالمية ما بتعمله مرة بالسنة، خلينا نعملها على اللبناني إنه في إفادة ما في ضرر منه. إذا أنا عمل مثل ما صار مع كارولين انلقت على بكير وخلص لحياتها يمكن. صحيح. يعني لو ما كان في إيكو عند الميدسان يمكن ما كان إجا ببال الواحد إنه محتمل. محتمل أكيد. أوكي. دكتور عريضة مرسي كتير لحضورك وإن شاء الله دايما. مرسي لألكم. كارولين خلينا نختم معك، شو بتحبي تقولي لكل الستات انطلاقا من الخبرة تبعك؟ أنا اللي بدي أقوله لكل الستات إنه كونوا مثلي، ما تهملوا الموعد السنوي عند الحكيم النسائي، لأنه أنا على لحظة يعني كانت راحت معي نسوة، وكنت مع انه انا ما باجل يعني، بس ما بعرف وقتها كنت اخرت على الموعد، وبالصدفه حكيم ترجع دقت لي قالت لي شبكي بعد ما وصلتي، يعني حظي كثير حلو انه اكتشف المرض سرطان المبيض
بوقت كثير مبكر، لانه هذا الشيء خلص لي حياتي. بعكس اختي الله يرحمها اللي اكتشفته بمرحله كثير متاخره وما قدرت خلص حياتها. ونحن كمان هون انه لما بينصاب شخص عيب مرض السرطان ما يقولوا انه نحن ما عندنا في شيء بعائلتنا، لانه ما بنعرف شو بده يصير بعدين. كمان هذا الشيء صار عندي معي بعائلتي، يعني انصابت اول بنت بالعائله وقلنا انه نحن خلص هاي هي، لانه ما في بعائلتنا ولا بعائله امي ولا بعائله بيي، وصرنا نكر ورا بعضنا، يعني اختي انا خيي امي، صرنا اخر شيء خمسه، يعني صرنا عائله السرطان. واهم شيء ما نخاف، بدنا نكون اقوى من المرض، بدنا ننساه لحتى ينسانا، ويضل عنا ايمان كبير بالله، ويكون ايماننا اكبر من خوفنا من المرض. هيك كانت تقول باربرا. وبدنا المرض بدنا نسميه باسمه، بدنا ننتصر على المرض بدنا نسميه باسمه، كمان هيك بتقوله من اقوال باربرا نستار. وانا بدي ادعي كل النسوان ما يهملوا ابدا 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 فحص السنوي لحتى يكتشفوا مرض السرطان المبيض، لانه اكثر مرض قتوله يعني بيقتل. لكن مشاهدينا، سرطان المبيض يمكن ما فينا بسهوله نقدر نكتشفه. الشغله الاساسيه اللي فيها نعملها هي زياره الحكيم دوريا سنويا بشكل سنوي مع فحص كامل، وإن شاء الله إنه يلي بيكتشف المرض يقدر يكتشفه ببدايته. هذه شغلة أساسية. بشهادة كارولين خمسة بالعائلة هي مكملة معنا الحمد لله، لأن اكتشفته بطريقة مبكرة. دكتور عريضة، مرسي كتير لألك. مرسي لألك. مستمرة.